أصغر أم في التاريخ، مش 20 ولا 15 ولا حتى 10 سنين، عندها 5 سنين. لينا مدينة، أيوة 5 سنين وخلفت. إزاي ده حصل؟ تعالوا هنعرف مع بعض. لينا دي يا سيدي نشأت في دولة بيرو في قرية فقيرة جدا. اتولدت في سنة 1933. في يوم من الأيام وهي في عمر الخمس سنين أبوها لاحظ تضخم غريب جدا في بطنها، والتضخم ده من كتر ما هو مرعب أجبره إن هو يجري بيه على أي دكتور أو مستشفى، رغم فقره ورغم إن هو معهوش إن هو يعالجه، لأنه افتكر إن التضخم ده ورم خبيث. وبالفعل خدها لدكتور اسمه خيراردو لوسادا، والدكتور ده خدها لليما عاصمة بيرو، عرضها على متخصص زمايله علشان خاطر يكشفوا عليها، ليتفاجئوا ان لينا حامل في الشهر السابع. الشهر السابع وهي 5 سنين، يعني فاضل لها شهرين وتولد. وفي تاريخ مايو 1939 وبالفعل ولدت لينا ولاده قيصريه، وده اللي ضيق الحوض عندها. لا وفي كمان واحد من الدكاتره قال ان اول حيض ليها كان بعمر 8 شهور، ودكتور تاني قال ان هو كان بعمر شهرين ونص، وكمان منطقه الصدر عندها بدات تكبر بشكل ملحوظ مقارنه باي طفل تاني في عمر الخمس سنوات، وده طبعا علشان الرضاعه. طب مين عمل في لينا كده؟ لحد يومنا ده مازال الجاني مجهول تماما، محدش عارف مين ممكن يرتكب جريمه زي دي. وبعدها بفتره اتقبض على ابوها اتهاما ان هو اللي عمل فيها الجريمه البشعه دي، بس طلع منها لعدم اكتمال الادله ضده. وولدت بقى لينا وابنها كان وزنه 2 كيلو و700 جرام، وسموه خيراردو طبعا على اسم الدكتور اللي عمل العمليه الام. وكبر الطفل بطريقه نمو طبيعيه جدا ومفيش اي مشكله، وقعد 10 سنين فاكر ان لينا اخته مش امه، علشان يتفاجئ بعد كده ان هي امه، ومشيت حياتهم طبيعية وهي كبرت وهو كبر، ومات خيراردو ابن لينا في عمر الاربعين سنة، ولينا كملت حياتها عادي وتتجوز تاني وتخلف ولد تاني، ومشيت حياتها طبيعية جدا. وبكده كانت لينا اصغر ام في العالم تولد في عمر الخمس سنين، وبس كده.